المفروض من المحاضرة عارفين الانديكيشن والكونتر انديكيشن والبريكويزيت. خلاص؟ طيب الآن دايرين نسوي التطبيق حقها بس الابلكيشن. الابلكيشن حنتبع الاي بي سيز، يعني لما اقول لك في الامتحان ديمونستريت فور مي ذيس فاجان فورسبس ديليفري هتقول لي ام جوينج تو فولو ذا نيمونكس اوف اي بي سيز. خلاص؟ طيب الاي ويتش هو؟ ادريسنج ادريس ذا بيشنت ابدومينال اكزامينشن تو اسيس ذا انجيجمنت اند انالجيزيا. خلاص الانالجيزيا قلنا دائما ايبيديورال ولا بيودندال بلوك. طيب البي ميك شور ذا بلادر از امتي يو بوت ا كاثيتر اند يو ليف ات. سي يو دو بدان الاكزامينشن سي يو دو بدان الاكزامينشن ميك شور ذا سيرفيس از فولي دايليتد اند ذا ميمبرين از رابشر. وانت في الفاجينال اكزامينشن بتجي للدي اللي هي ديتيرمين ذا بوزيشن، يبقى نفس الفاجينال اكزامينشن اللي بسميه في السيرفايكال دايليتيشن والربشد ميمبرين اشوف البوزيشن اوف ذا سيرفيس او ذا بوزيشن اوف ذا بيبي. طيب البوزيشن ايديال بوزيشن فور ذا انسترومنتال ديليفري المفروض يكون انه اوسيبيتو انتيرير او اوسيبيتو بوزيرير. فلو انت جيت لقيت في الاستيشن البيبي كده فتصلحه على الاوسيبيتو انتيرير. طيب اوسيبيتو بوزيرير شلون جاي؟ كده هذا الاوسيبيتو بوزيرير وعدله عدل. لو جيت لقيت ترانزفيرس تعدل بيدي ها؟ خلت كده قبل لا تبدأ. طيب فإذا يكون أصيبته anterior إذا C service dilated D determine the position determine the position and think of dystocia labor dystocia and shoulder dystocia. labor dystocia معناته make sure إن البيشنت عندها good contraction. shoulder dystocia لأنها complication of the instrumental delivery. فإذا نقول D determine the position and think of dystocia labor and shoulder. كل الكلام هذا قبل أسوي أي شيء أنت راح تقول لنا I'm going لما تصل لل C هتقول I will do بدان الإكزامينشن and you do it I will do vaginal examination to take the cervical dilatation make sure it is fully membrane is ruptured determine the position of the baby and think of dystocia. كل شيء بوقته يعني كل شيء بوقته. طيب الآن خلصنا من الدي E الE equipments what are the equipments you need forceps equipments of the normal labor equipments of neonatal resuscitation and the forceps. الF الforceps نفسها. طيب what about the forceps you make sure that they are matching pair. طيب كيف اعرف انه matching pair اخذتهم في التابل back to back والtoe pointing upward في الحالة دي the right is right the left is left. اعمل لهم articulation how to articulate you cross the forceps بدون you cross your hand يعني لا تسوي كده فyou cross the forceps هنا you cross في الشانك وتسحبها معناته هم matching pair اخذت اليمين وأظل ماسك اليسار. طيب أمسكها كيف؟ like this pencil grip. طيب you introduce your two fingers to protect the maternal tissue وين تاخد أصبعك between the pelvis and fetal head. طيب you insert the left blade اللي أنت شايله بال left hand في left side of the mother. لاحظ إنه left side of the mother بيكون على يمينك أنت. طيب وين أخدت الفورسبس؟ أخدتها between the fetal head وماي فينجرز يعني ما جا اخدتها هنا لا بين الفيتال هيد واصابعي. طيب اخدتها في الكونترالاترال انجوينال ليجمنت واوجهها بثمب لايك ذس. طيب رايت وان باي ذا رايت هاند في الرايت سايد اوف ذا مذر بوت يور تو فينجر تو بروتكت الماتيرنال تيشو وبرر للكونترالاترال انجوينال ليجمنت واوجهها بالثمب بعدين يو لوك ذا After you lock them, after you lock them, you take for position of the safety. يعني شنو position of the safety؟ تأكد إنه الفورسبس موجودة في الرايت position بالنسبة للفيتال هيد. يعني لا هي too deep ولا هي too superficial. How to check position for safety ثلاثة أشياء. الB اللي هي posterior fontanel على ارتفاع 1 سنتيمتر من الشانك. طيب الF اللي هي الفنستريشن الفنستريشن اللي هي الفتحات حقت الفورسبس كيف اتاكد منها انها شود ادميت وان فينجر يعني ما تكون تو بيج ولا تكون تو سمول فشود ادميت وان فينجر هاو تو تشيك فروم داون هنا والثانيه فروم بلو كل واحده بيد مختلفه عشان وش ذي عشان اتاكد انه البليد ما هي ماشيه فيري ديب ولا هي فيري سوبرفيشال. طيب بعد كده اللي هي بي بوستير فونتانيل
الاف الفينستريشن، الاس اللي هو السجت السوتشر هذا موجود in the middle، يعني ما يكون مايل كده ولا مايل كده، فموجود in the middle. طيب الان اتأكدت من البوزيشن فور سيفتي، وهناك في الاي بي سيز كنا وصلنا وين؟ وصلنا في الاف. بعد الاف ايش في؟ جي. طيب جي اتش، الجي اللي هي جنتل تراكشن. هاو تو ابلاي ذا تراكشن في الفورسبس؟ اول حاجه بمسكها كيف؟ بمسكها كده والاندكس بيكون هنا عشان ما تسلب منك. طيب هنا الاندكس، الاذر هاند وين اخدتها؟ يو بريس داونورد، بسميها بجوت مانوفر. فراح اقول ام جوينج تو هولد ذا فورسز ويز بجوت مانوفر ان ابلاي جنتل تراكشن. اذا ذا جي ستاند فور جنتل تراكشن. طيب يو ابلاي تراكشن ويز هاندل اليفيشن، يعني ايش؟ يعني انا بسحب وانا رافع لفوق كانه ماشي بجي شيب لايك ذات، اسحب البيبي وانا ماشي. طيب الجنتل تراكشن بتاعي مفروض ان كوردينيشن وذ ذا ماتيرنال ايفورت اند ذا يوتراين كونتراكشن. طيب you بعد كل كونتراكشن معاها اذا with the maternal effort، تقول تسال كل المذر بوش ومع الكونتراكشن and then you apply gentle traction. بعد الفيرست تراكشن تحت حسيت ان الفيتال هيد تحرك معك you stop and you ask your assistant to do the episiotomy. اذا دي الاي اتش جي اتش اي incision the episiotomy. طيب عملنا الابيزيوتومي تاني كمان مع الماتيرنال ايفورت ومع اليوتراين كونتراكشن يو ابلاي انذر تراكشن. طيب بعد الاي وصلنا ايش؟ جي. جي اللي هي مع الابيرنس اوف ذا جو اوف ذا بيبي يو ريموف ذا فورسبس. هاو تو ريموف ذا بليت؟ رايت وان فيرست، اللي هي اللي دخلناها اخر تطلع اول. كيف اننا نشيلها؟ بنفس الاتجاه مع الكونترلاترال انجوينمنت، يعني مو اروح سحبها كده لا كده. طيب وبعد كده اكمل الدليفري اوف ذا بيبي از يوجوال، اللي هي دليفر ذا انتيرير شولدر وبعدين ذا بوستيرير شولدر وبعدين البودي اوف ذا بيبي. واضحه؟ طيب يو كلام ذا كورد اكت مانجمنت اوف ثيرد ستيج اوف ليبر يو هاندل ذا بيبي تو ذا نيوناتولوجيست. اكتف مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج، الكلمه دي بتشمل الدليفري اوف ذا بلاسينتا وكل شيء. طيب عملت active management للثيرد ستيج وديت البيبي للنيوماتولوجيست، بعد كده يو اكسبلور ذا بيرس كانال، هل انت عملت انجري بالفورسبس ولا لا؟ اذا ما في بليدنج ما في انجري للبيرث كانال يو سوتشر ذا ابيزيوتومي خلاص. وبعد كده يو دوكيومنت. وات تو دوكيومنت؟ اللي هي اكتر حاجه بتهمنا اللوك، هل قفلت بسهوله ولا لا، والتراكشن انت عملته كم تراكشن، سحبت سحبتين ثلاث اربع يوم دوكيومنت. بعد كده الماتيرنال والنيونيتال كومبليكيشن، هل في اي تروما للبيبي او اي تروما للمذر. ذات از ات. بعد كده طبعا الحاجات النورمال الويت والبي اتش اللي هي البلاد كورد سامبل فور بي اتش والويت اوف ذا بيبي. واضح؟ اه واضح.